سي سعيد، كيفاش عشتوها؟ لانه غدخلكم حتى هي للتاريخ كاول هذيك منتخب كيحقق نقطه في كاس هذيك العالم. المباراه يعني بالنسبه لنا احنا هي لا كوب دي موند، حيث انه لعبتي مع فريق 100% بروفيسيونيل، والظروف ديالو فاش كان احسن منا، وتيترينيو جوج مرات في النهار، حنا تنترينيو مره في النهار، وكان سيستيم دو جو اللي غلبنا حنايا، سو كي في يعني لا تاكتيك كونو 11 لا ديفونس 11، حنا باش ما عمرنا 18 متر ديالهم حنا يعني ما كناش مرتاحين، ولكن امتى كنا مرتاحين؟ مني الى تذكروا الماتش، راه مني بدينا ولا بوسيسيون دو لابال ديما عندنا حنا، حنا لي متر دو جو. بالنسبه لينا حنا المباراه فرحتنا، ولكن حسينا انه الراي كان ممكن اكثر، الراي يعني ما وراء التيران وهو المغرب، غادي يكون على الاقل سعيدين. المغربي نشط واحد شويه، هذا هو اللي تيهمنا حنا. وصحيح يعني اول نقطه للمنتخب المغربي في اول مشاركه ديال المنتخب الافريقي اللي تاهل سيخان، لان سبق والمنتخب المصري شارك في كاس العالم في اول دوره باسم القاره الافريقيه. نعم باسم، نعم باسم القاره الافريقيه. المنتخب المغربي هو اول من مثل القاره الافريقيه، صحيح، واول منتخب تاهل.